1980 دخلت لهذا الميدان هذا وبقيت خدام فيه بصدق وحاجه معقوله. تنخدم في هذه الحرفه هذه. دابا الناس شويه انقرضت هذه المهنه هذه ما بقاش، ولكن انا باقي ما بغيتهاش بقى فيا الحال. علاش غادي 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 غادي, غادي تحيد ما تبقاش؟ انا دابا بغيتها تبقى، بغيتها تبقى باش حيت هذا الشيء هذا صحي، هذا الشيء هذا صحي. هذه المهنه هذه شريفه. تقدر تعلمها لاولادك؟ نقدر نعلمها لاولادي ويتعلمها كل شيء الحمد لله. ماشي حيت فرحان بغيتها تبقى، ملي هي نشوفها باقا صافي رانا ناشط الحمد لله. تنجيبو من السوق من عند الجزيرة، هذا الجلد ديال المعيز. نعم تندبغوه تندبغوه تنديروه شكوى وتنجيبو للسوق تنبيعو الكسابة الحمد لله. ايوا تنتصارفو مع الناس كلها على حسب استطاعة ديالو، تنمسيو الوقت وعشنا بها الحمد لله، وعشنا بها وليداتنا وعيشنا بها والدينا وخوتنا والحمد لله والشكر لله. باقي انت تيجيو يتقدا، ولكن ديك باش ديك الكثرة اللي كانت ما بقاش، دابا قليل شوية. الحاجة اللي مزيانة هو نفضل انا الزلد على الحديد وعلى الميكا، لأن صحي وشي حاجة فيه مزيانة، فيه تيعطي واحد البنة تبارك الله، اللبن والسمان. هذوك ديال الميكا دابا في هذا الحال سخون ما تيجمعوش حتى الزبدة، تتلصق ليهم في هذاك الشيء تمايا وتتبقى دائبا ما تتخدم ليهم. لا السكوى تيبقى داك السمن مزيان، تيبقى اللبن مزيان، تيكون كل شيء مزيان، بنين مزيان. هذه السكوى ديال المخيط ديال الزلد ديال المعيز. أما هذاك الشيء ديال الميكا وديال القصدير ما خدامش. الحقيقة هي هذه. هو دابا كاينه ظروف، كاينه ظروف ديال الجفاف، كاينه ظروف ديال الغلا ديال العلف على الكسابه. اسمعتي الناس ما بقاش، قلت لك كاين اللي كانت عنده بقره 8 بقرات ولا 4 ولا 6 ولا اسمو نقص منهم، خلى وحده ولا جوج ولا ثلاثه هي باش تيقضي، حيت العلف ديالها راه غالي. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.